تحية طيبة نقدم لكم أعزائي المتداولين مع عرض أسبوع جديد لسوق الفوركس. نواصل اليوم إطلاعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت ومنصمون نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. تهدف المؤشرات الأمريكية لبلوغ المنطقة الحمراء في يوم الاثنين، وكما تدهورت المعنويات المستثمرين بسبب تراجع الأسهم الصينية. أقفل مؤشر SP 500 عند مستوى أقل بمقدار 0.6% مع انخفاض 9 من القطاعات العشر الرئيسية، وتصدر مؤشر الطاقة للتراجع بمقدار 1.35%. تراجع مؤشر ICI للدولار الأمريكي بمقدار 0.75%. لم يكن رد فعل السوق على تقرير طلبيات المصانع الأمريكية أي صدى. ارتفعت طلبيات المصانع الثنائية بمقدار 3.4% موسعًا التوقعات. انتعشت الأسهم الأوروبية في يوم الثلاثاء وسط تقارير الأرباح القوية، وارتفع نشاط الانتماج والاستحواذ. سجل مؤشر ستوك يوروب 600 ربحا بمقدار 1.1%، كما ارتفع مؤشر داكس 30 الألماني بمقدار 1.1%، وأضاف مؤشر CAC 40 الفرنسي 1%، أما مؤشر نيكاي فارتفع 1.1% في يوم الأربعاء نسبة لتقارير قوية لشركات بلو تشيب مع تراجع الين مقابل الدولار. ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد مع إظهار بيانات رسمية لتراجع مخزونات الخام الأمريكي الأسبوعية بمقدار 4.2 مليون برميل، أكثر بمقدار 20 مرة من الانخفاض المتوقع. في نفس الوقت تراجع إنتاج النفط الأمريكي لأدنى مستوى في الولايات 48 بمقدار 151 ألف برميل بإجمالي 8.95 مليون برميل في اليوم. ارتفعت أسعار الذهب ولكنها بقيت بالقرب من انخفاض الأسبوع الأخير للسنوات 1.5 والاثنين الأخيرة، مع محاولة المستثمرين تقييم احتمال رفع الأسعار الفائدة في شهر سبتمبر. ارتفعت العقود الأجل الحبوب في يوم الخميس نسبة لتوقعات الجفاف في أوروبا وكندا والأرجنتين، وقامت وكالة الحبوب العالمية بزيادة توقعات الإنتاج الذرة العالمية إلى 966 مليون من الأطنان في موسم 2015-2016 نسبة للزيادة المحتملة للمحاصيل في الصين، وتخفيض توقعات إنتاج القمح إلى 710 مليون طن بسبب جفاف في كندا. ارتفعت العقود الأجل الحبوب الصويا والذرة في يوم الجمعة بسبب توقعات جديدة للطقس في غرب الأوسط وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية. كما قامت الصين بإلغاء الصفقة برفض استيراد مليونين من حبوب الذرة، ومنتجا بذلك ضغطا إضافيا على أسعار الزراعة. ننصح في هذا الأسبوع لتوجه الانتباه إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الصادرة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تقلبات في سوق العملات. ذلك المؤشرات هي PMI التي تصدر في يوم الاثنين، ما في يوم الأربعاء سوف سنشر الميزان التجاري في الولايات المتحدة وكندا، والعديد من السياسات النقدية والقروض التي ستصدر في يومي الخميس والجمعة. في يوم الخميس سيقوم بنك إنجلترا بإعلان قرار رفع أسعار الفائدة، في حين سيقوم بنك أستراليا باتخاذ قرار عن السياسة النقدية في يوم الجمعة. سيقوم بنك اليابان بعقد مؤتمر صحفي في يوم الأحد، والذي قد يؤثر على أسعار الين الياباني. عموما هذا ما سأتوقع له فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Market. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.